السلام عليكم يا أروع مبرمجين، يا أروع مبرمجين بلغة بايثون، اللغة الرائعة يلي كل فيديو منحكي عنها أنها من أروع اللغات الشاملة إجمالاً كل شيء. بهيدا الفيديو هو نمبر 17 لألنا بالسيريز اللي عم نبنيها بهيدي اللغة، الأساس لتقدر تقلع بأي شيء بخص لغة بايثون، إن كان كجوي، إن كان كجيم، إن كان كويب، وإن كان كداتا فيوريزيشن، داتا ماينينج and machine learning algorithm. هيدا هو الأساس يلي عم ننطلق فيه لننفذ كل المشاريع يلي بعدين حيكونوا كبروجيكتس لألنا. طيب شو حنتعلم بهالفيديو؟ بهيدا الفيديو حنتعلم بعد ما ننزل الداتا من الويب سايت، أي ويب سايت كان، أو الداتا معناها من الويب سايت تاعنا أو أي محل تاني، هيدي الداتا يمكن تكون CSV file، يمكن تكون TXT file، يمكن تكون JSON file. فهيدي الداتا بدنا نعرف كيف نقراها بهيدي اللغة، بدنا نعرف كيف نعرضها، بدنا نعرف انه شكل الداتا على اي اسلوب بدي اعرضه، ان كان بدي اعرضها كتشارت، ان كان بدي اعرضها كخريطة عالمية، توزيع السكان مثلا بالعالم على كل خريطة معينة، ان كان بدي اعرض temperature humidity او اي شيء تاني، كيف بدي اتعامل معه، كيف بدي اعرضه، كيف بدي افكر باي اسلوب انا لازم اعرضه، كيف بدي افهم الداتا اللي معي لأقدر اشتغل فيها بشكل انسب. كل هيدا حنتعلمه بهيدا الفيديو، ناخذ الداتا اونلاين ونعرضها بالطريقه المناسبه لنقدر نفهم الداتا اكثر، واذا كانت الداتا فاضيه كيف على اي اساس نعرف وين فاضيه وعلى اي اساس بدنا نشتغل فيها. لهيك تابعونا بهيدا الفيديو لنتعلم كيف نقدر نشتغل مع الداتا من اونلاين ريسورسز. تمام، ما ننسى سبسكرايب لايك وشير للفيديو للشانل لنقدر نوصل لاكبر عدد من الناس. ثانك يو، وخلينا نبلش. هلا حنبلش البارت 2 لقلنا بالداتا فيجواليزيشن. الفايل هو نفسه اللي فتحناه قبل، داتا فيجواليزيشن فايل، وهلا حنشوف كيف بدنا نقدر نشتغل بالداتا اللي حكينا عنها بالانترودكشن. طيب اول شيء انا المفروض اذا بدي اتعامل مع CSV فايل اعمل امبورت ل CSV library. من هيدي اللايبرري من خلالها انا قادر استخدم فانكشنز بقلبها يساعدوني كتير بشغلي. اوكي، شيفت انتر لنتاكد انه هاي اللايبرري موجوده عندنا. بنلاحظ بطل في عندي نجمه، بعمل ران، يعني هاي اللايبرري متوفره عندنا. طيب خلينا نعمل فايل نيم، نخلق هالفاريبل اللي هو الفايل اللي عم نشتغل فيه. anyway انا بداتا فيجواليزيشن هيدا الكود اكيد حيكون بالبارت الجايه، يعني بالبارت 3 لما نحكي عن الاي بي اي حيكون هذا الفايل موجود اونلاين، فانتوا قادرين دغري بالتيتوريال القادم تنزلوا دغري للفايل مع الكود تاعه مع الداتا اللي موجوده بقلبه. بقلبه خلقت فولدر اسمه داتا فايلز، بهيدا الفولدر بقلبه داتا كتمبريتشر كاسيت كنو بلينكس لاين او بلينكس لاين، هلا بعدين بنشوف الفرق بينهم، وارثكيك دوت جيسون، لاني انا بدي احكي عن سي اس في فايل، بدي احكي عن جيسون فايل، بدي اشتغل بالاثنين. طيب شو النيم تبع الفايل اللي حاشتغل فيه؟ النيم حيكون سيتكا WSHX سيتكا underscore WX underscore HX، من بعدها noblinklines.csv no underscore blink underscore lines. _2014.csv. تمام؟ طيب هيدا الفايل وين موجود؟ موجود بقلب فايل اسمه data files، فهيدا موجود بقلب فايل اسمه data_files. انا من خلال هيدا السطر اللي كتبته هلا اللي هو الفايل نيم حفظت الفايل تاعي، يعني انا كان فيني بطريقتين، دغري حط هيدا الاسم بقلب الكود عندي او خلص صار موجود بقلب الفاريبل فايل نيم. فبس لأستخدم الvariable file name كأني كتبت data files slash sitka wx hx no blink lines 2014. تمام؟ طيب خلينا نكفي بالشغل، نفتح هيدا الفايل with open لمين؟ للفايل نيم. فأنا بدل ما أرجع كل مرة أكتب هيدا الاسم خلص بكتب file name as f file. فيني غير الاز، اكيد فيني غير الاف، فيني سمي البديه، بس مختصر متعرف عليه انه خلص قصدي فايل اف.
ريدر لا درا را سي اس في بط ريدر من قلب اللايبرري اللي هي سي اس في عيدت لي لفانكشن اسمها ريدر مين بدك تقرا الفايل اف واضح فانا هلا من قلب هيدي اللايبرري اللي هي سي اس في لايبرري عيطت لفانكشن بقلبها اسمها ريدر واعطيتها الفايل يلي انا بدي اقراه هيد الرو equal next open la reader rari reader من بعد اطبع لي print la header row لشوف انا الرو الهيدر اللي عندي اياه فحيطبع لي كل الهيدر يلي انا عندي اياه طيب خليني اظبطهم للهيدر بشكل ارتب يعني اظبطهم ك index وحطهم حدوا الاسم تيوه مثلا 0 AKST 1 max temperature F فارد اوكي خلينا نظبطهم بهالطريقة طيب خلينا نشيل البرنت قول 4 index اعطيها index وكمان اعطيها column header يعني حول الهيدر ليكون column يعني مصفوفين ك column واحد in enumerate لمين للهيدر رو يعني رقم لي اياهم استخدام فانكشن اسمها enumerate موجوده عندي بقلب البايثون بقلب هيدا الاي دي اي enumerate شغلتها شو تعمل ترقم لي كل واحد منهم بترقمه لمين للهيدر رو يعني هيدا 0 1 2 3 بترقمهم اول وحده هي الاندكس ثاني وحده هي كلام هيدر يعني اول وحده بتعطيه رقم صفر ثاني وحده بتعطيه الاسم بعدين واحد الاسم اوكي نقطتين انتر طيب شو بدي اعمل انا برنت طبع لي الاندكس وحد طبع لي الكلام هيدر اندرسكور هيدر شيفت انتر ملاحظ طبع لي كل شيء في عندي 22 كلام 22 كلام كل واحدة منهم الاندكس تاعها والايميل الموجودة فيها اوكي فانا قدرت هلا اطبعهم وشوفهم قدامي طيب هلا نحن بس كنا عم نشوف الهيدر وكنا عم نرتبهم بطريقة مرتبة حط اندكس والاسم تاعه خليني انا اعمل ريد للداتا شوف الداتا اللي بقلبي اللي بقلبها يعني بقلب الماكس تمبريتشر شو في داتا بدي اشوفها قدامي اوكي بدي اشوفها قدامي هاي شيل هول وما بيأثر نذركم طيب فأول خطوة get high أو max temperature max temperature F اللي شايفينها قدامنا from this file يعني أنا هلأ بدي أقدر أقرأ الماكسيموم temperature موجودة بهيدا الفايل أوكي بدي أقرأ الماكسيموم temperature موجودة بهيدا الفايل هاي ايكول حافتح ليست فاضي اللي عملته انا هلا فتحت ليست فاضي لانه بدي اعبي بقلبها كل التمبريتشر اللي عم بقراهم من هيدا الكولوم اللي اسمه ماكس تمبريتشر اف اوكي بدي اعبي الداتا اللي عم بقراها بقلبه فور رو ان ريدر يعني هلأ كأني أنا بدي انتقل بقلب الريدر فايل روح على كل رو بقلبه من الكولوم يلي عنده رقم 1 تخيل معي أنه أنا إذا بفتح CSV فايل خليني أفتح CSV فايل بقلب CSV فايل أنا بدي اتنقل رو باي رو يعني انزل رو باي رو بالكولوم يلي رقمه 1 أوكي بدي انزل رو باي رو بالكولوم يلي رقمه 1 مثل ما ملاحظين السي اس في فايل هو اكسل فايل نحن عم اجمالا اكثر الداتا بنزل من الانترنت هي اكسل فايل فانا بدي اشتغل فيها على هالاساس اوكي بنلاحظ انه هيدا الكولوم هيدا الكولوم الماكس تمبريتشر اف عنده رو 2 3 4 اكسترا انا بدي اقراهم رو باي رو للكولوم 1 رو باي رو للكولوم 1 تمام
وبعدي الداتا اللي بقلبه بدي اعبيها بقلب الـ variable height اللي هو list variable. واضح؟ طيب don't save. اللي انا بدي اعمله قلنا اني بدي فوت اقرا row by row high equal row. لما بدي اقراها row by row لمين؟ اي row؟ 1 للكلم 1 بدي فوت row by row. اوكي؟ من بعدها هيدي القيمة اللي معي اياها بدي حطها بالليست هايز. هايز دوت أبند. لا اقدر انا حطها بالليست لمين؟ للهاي الفاريبل اللي انا خلقته. الفرق هون انه اللي عم بقراهن هن عبارة عن str. يعني هلا اذا بعمل shift enter خليني اطبع الهايز print هاي print لهايز. إذا بطبعهم لاحظ إنه هن عبارة عن str مثل ما أنا ملاحظين هون هن str حاطينهم بsingle quotes. أوكي؟ فأنا المفروض حولهم لأرقام، يعني أنا هون بالنهاية عم بتعامل مع أرقام. لهيك بحط int قبل الرو 1 int integer وبحول هلأ من وراها ل integer. صار عندي الأرقام هون integer. أوكي؟ فأنا قدرت read temperature ك انتيجر، حطيتهم بالليست يلي شايفينها قدامنا. تمام؟ طيب صارت معنا الليست. فأنا هلأ أكون ريت أو قدرت أقرأ كل الكلم اللي هو ماكسيموم تمبرتشر. طيب فيني أقدر أرسمه؟ أكيد فيني أرسم هالداتا. كيف؟ أول شيء المفروض دخل لايبرري إلى علاقة بالرسم، وهيدا التعامل مع بايثون. كل ما بدي أفكر بشي رسم، اكسل فايل، txt file، أي أشياء بدي أفكر فيها، json file، المفروض يخطر عبالي إنه في library خصوصي لهالموضوع. المفروض يخطر عبالي إنه في library خصوصي لهالموضوع، لأنه مثل ما قلنا الكوميتي تاعتا كتير كبيرة. libraries تاعونا أصلا تعتمد هي على libraries، يعني قد ما موجود كتير libraries هيدا اللي عم يسهلنا شغلنا. يعني بدل ما نحن نروح نبرمج من الصفر، لا، عم نستخدم functions موجودين. المهم أنت تلاقي الفكرة اللي بدك تعملها. تمام؟ طيب import mat plot lib dot py plot as plt. اجمع هالسطر هو زيته دايما. اللايبرري موجودة عنا، حط لي نجمة، مننطر ليعمل ران. اذا موجودة حنقراها مباشرة، اذا ما انا موجودة حيعطيني ايرور وانا مضطر روح على اناكوندا نافيجيتور نزلها، او اناكوندا برومبت نزلها. تمام؟ فهلأ موجودة عندي، فخليني كفي انا بالكود تاعي. أول شيء print highs بليها ما بدي اطبعهم. enumerate ما ضروري اطبعهم، بس أنا مخليهم هلأ بلكي لازموني بعدين أني أقرأ rows معينين، بس فيني كمان شيلهم، ما في أي أشكال. فيني أو حطهم نجمة بطلهم بينين. أوكي؟ يبطلهم بينين عندي لأنه مش مضطر كل مرة اطبعهم. تمام؟ فهلأ الكود صار ببين عندي كله. واضح؟ خليني أنزل شوي ونكفي شغل. هلا المفروض انا ارسم هيدا الفايل تاعي، ارسم الفايل الموجود عندي. طب كيف برسمه؟ خليني انزل لهون plot the high او max temperature f فرق. تمام؟ ارسم اول شيء plt.style تاعي use seaborn. اجمالا دايما عم نستخدم احنا seaborn. تمام؟ فقال لنا هلا حددت ستايل تبع الرسم. هيدا سطر ضروري؟ لا، انت حر فيك تحط ستايل معين، فيك تتركه باي ديفولت. اوكي؟ من بعدها حطينا ستايل، خليني اخلق السابلوت فيج اي اكس ايكوال بي ال تي دوت سب بلوت انتر. هلأ صرت بقدر من خلال الـ AX اللي أنا خلقتها أعمل AX dot وعيت للفونكشن الموجودين عندي. تمام؟ AX dot plot لمين؟ لهايز، لهيدي الليست اللي أنا من خلالها عبيت كل شي فيه maximum temperature بقلبها. وفيني إلا أنه الكالر تاعك هو red. تمام؟
حرارة اجمالا باللون الاحمر. فينا نغيرها اكيد فينا نحط اللي بدنا اياه بس نحن هون باي ديفولت. اوكي طيب هلا اذا بعمل شيفت انتر بدل نجمة رسم لي داتا قدام سيبورن بنلاحظ هي عبارة مثل بابيه مليمتري مقطع ورسم لي داتا قدام. اوكي طيب خلينا نظبط اكثر بهيدا الستايل. اتفقنا انه اي شخص في يعمل بلوت ويرسم اي شيء قدامه باي لون بده اياه بكل بساطه، بس دائما بدنا ننشر شيء يكون له معنى، يعني لازم نحط تايتل ليبلز اي شيء بيدل على الرسمه بفهمنا اكثر بالرسمه اللي قدامنا. يعني قد ما فينا نظبط فيها لازم نظبط فيها، وخصوصا يعني حجم الارقام هون، يعني كثير اشياء بتتظبط بالرسمه. لهيك في شيء اسمه الفورمات لهيدا البلوت، فورمات لهيدا البلوت وبنبلش نشتغل فيه. اول شيء بهالفورمات هو تايتل تاعي plt.title، حط لي عنوان لهيدي الرسمه اللي قدامي. هيدي الرسمه حقول daily max temperature، daily max temperature f جولاي 2014. هيك انا بكون حطيت العنوان تبع هيدي الرسمه. وفيني اقول الفونت سايز اللي انا عندي اياه، الفونت سايز اللي انا عندي اياه للتايتل هو 24. اوكي تايتل فونت سايز تاعه 24. plt.xlabel عم نخلقهم بطريقه ثانيه مختلفه عن السابق، ما حط xlabel، هقول انه الفونت سايز لقاله هي 16. تمام عندي اسا الواي ليبل تاعي plt.temperatures، هلا لاحظ بالواي ليبل انه هو بالفهرنهايت، plt.yLabel بالواي ليبل انت شو عم ترسم؟ عم برسم انا للتمبرتشر، تمبرتشر واليونت منا سيلسيوس هي فهرنهايت كما، وحط الفونت سايز تاعي، فونت سايز هو مثل اكس ليبل ما لازم نغيره عن بعض اجمالا اللي هو 16. تمام فهيك انا كون اعطيت التايتل اكس ليبل والواي ليبل. طب خليني اظبط اخر شيء الباراميترز، ظبطهم على بعضهم، يعني اللي موجود الارقام موجوده على الاكس اكسس وعلى الواي اكسس، كبرهم شوي بيطلع احلى بالنهايه. plt.tick underscore params، نفتح البارنتيز بنقول اكسس اي واحد الباث، مش واحد منهم هظبط الاثنين سوا، باث كما من بعدها which equal major. مثل ما قلنا الفانكشن فينا نحطها على جوجل ونشوف كل البارامترز اللي بقلبها، وكل بارامتر بقلبها مثل اكسس which او label size وغيرهم، فينا نشوف شو الاشياء اللي فينا نستعملهم وشو بيغير لما بنغير الترم تاعها. اوكي label size اللي هو 60. تمام اخر شيء خليني اعمل plt.show، اقدر اشوف هيدا الشيء قدامي. فانا ملاحظ كيف الرسمه صارت مرتبه اكثر، الارقام صارت اكبر، الارقام الموجوده على اليمين او على الشمال يعني على الاكس او على الواي صاروا مبينين اوضح، صار عندي temperature بالفهرنهايت مبينه، صار عندي عنوان لهالرسمه، الرسمه صارت اوضح. يعني انا اذا بدي انشر صوره ما فيني انشر الصوره السابقه، ما فيها ليبلز، ما فيها تايتلز، ارقامها كثير صغار، لازم انشر شيء يوضح عن الرسمه، شيء هيك يجذب النظر لانا اقدر اتعامل معه. طيب هيك بنكون احنا عم نتعامل مع الرسمه. هلا احيانا بيكون اذا مرقها هون احيانا بيكون في عندي ديت تايم، يعني احيانا بيكون في اوقات او سنين او شيء، فبقدر انا استخدم لايبرري خصوصي لهالموضوع from date time import date time. فانا قادر ادخل لايبرري إيه لها علاقه بالوقت، هيدي اللايبرري انا بقدر من خلالها اخلق وقت بطريقه معينه، مثلا first date equal date time dot strp strip time، وانا بقدر احط الوقت اللي بدي اياه او ستايل تبع هالوقت اللي عم بقراه، ان كان year month day او day month year حسب
انا كيف كاتبه او مونس دايير بدي بشقلبه مثل ما بدي، مفروض بس فهمه كيف هيدا الوقت عم يتاخد. مثلا 0 2018 او خلينا نحن على السنين اللي عم اشتغل فيها 2014 07 01، كما هيدا الير اللي انت اخده اول شيء مثلا year، فالير هي capital بس انتبه عليها، هيدي الواي هي capital، percent d او percent m للمونس، وعندي اسا percent d للدي. اوكي، فانا هلا اكون عم فهمه الشكل يلي انا عم اشتغل فيه، وخليني اعمل print ل first date طبع لي اياه، ملاحظ طبع لي اياه بالستايل اللي انا اعطيته اياه. اوكي، وبعدين حط لي الوقت تمام يعني. فهيدا الموضوع اذا كان عندي داتا بقلبها وقت، فيني استخدم هيدي اللايبرري هون. بس عم مرق معنا انه في لايبرري اسمها date time بقدر استخدمها اذا كان بدي اعمل سنين او شيء معين. اوكي، فنحن بنقدر نستخدم هيك لايبرري بكل بساطه. خلينا نفكر بطريقة معينة. نحن هلا بكون نحن عم نرسم الداتا تاعتنا، وفينا نرسم أكثر من داتا معنا. مثلا مثل ما أنا خلقت هون، إذا بنلاحظ هاي فيني أخلق لوز. أوكي، فيني أخلق كل وحدة على سطر، أو كان فيني حط كما لوز، حط هون كما افتح وسكر. اوكي، فيني بالطريقتين، فيني اخلقها على سطر لوحدها، وفيني اخلقها حدة. تمام، ما في شيء بيمنعني. تمام، طيب نحن هيك عم نخلق للو. فيني هون انا لما بقول عم بقرا هاي كمان اقرا لي لو، لو ايكوال انت رو 2 اي ثينك، خلينا الرو 2، رو 2 لان وحده ماكس وحده مين، row 2، ومثل هاي دوت append lows دوت append للو اللي انا قريتها. اوكي، هيك كون انا عم بقرا اثنين مع بعض، كون انا هلا عم بقرا الاثنين مع بعض. وفيني لما ارسم الاي اكس بلوت، اي اكس دوت بلوت، مثل ما عم برسم انا الهايز، فيني اقول له ارسم لي الهايز، وكمان فيني اقول له ارسم لي اللوز. تمام، يعني انا هون لما دخلت الرسمة use seaborn، من بعدها plt.subplot، من بعدها فيني اقول ارسم لي الهايز، وكمان فيني اقول له ارسم لي اللوز، ax.plot للوز كما اللون اللي بدي اياه. فيني غير اللون c يكون بما انه الاصغر فنعمله بلو. اوكي، يعني البارد مثلا، شيفت انتر، فرسم لي اللو ورسم لي الهاي. اوكي، يعني انا هلا ادمجت الرسمتين مع بعض، يعني انا قدرت قريت الرو الكولم 1، الرو تبع الكولم 1، الروز تبعون الكولم 1 والروز تبعون الكولم 2، حطيتهم بفاريبل هاي ولو، لا اقدر من خلالهم احطهم اعمل اباند وحطهم بالليست الهايز واللوز، من بعد رسمتهم وحده باللون الاحمر وحده باللون الأزرق. فيني أعمل بكل بساطة أني أرسم أكثر من داتا. طيب هذا الشيء اللي عملناه، بنقدر كمان نغير باراميترز بقلبه كتير أشياء. أوكي، بنقدر نرسم على شارت وغيره، مش بس هيك رسمة، بنقدر نغير الستايل تبع هاي الرسمة تاعتنا، ونغير تايب تبع هذا البلوت. أوكي، طيب في شغلة كتير مهمة أنه هي الأرر تشيكينج. يعني أنا بكتير أوقات مثلا خليني شيل 2014 واعمل شيفت انتر، دغري حيطلع لي ايرور اللي هو انه احد الروز اللي عندي اياهم، احد الروز اللي عندي اياهم ما بقدر حوله لانتيجر، لانه هو يمكن مكتوب جملة او يمكن فاضي، فما بقدر حوله انا لانتيجر. وهيدي مشكله بتطلع عنا دائما. اوكي، هيدي مشكله بتطلع عنا دائما. الحل تاعها، أو حتى خليني إذا بدكم جرب هيدي underscore 2014 شيل النو، يعني في blank lines كمان حيطلع لي error list out of range. okay، فينا اثنين سوا نجربهم، فينا نجرب هيدي وفينا نجرب هيدي. يعني فيني أنا أشيل 2014 وأترك النو، وفيني التاني. اوكي،
والتانيتهم حيخلقوا لي مشاكل. طيب كيف انا بقدر زبط هالمشاكل؟ كيف اذا شيء فاضي انا بقدر اقول له طنشه، او اذا في شيء معين اقول له طنشه؟ طيب لعمل هيك انا المفروض بقلب الفايل تاعي عدل عليه. طيب كيف بدي اعدل عليه؟ على اي اساس؟ لا اقدر اعدل على الفايل تاعي، اول شغله المفروض انا اعملها اعمل تراي كاتش. تراي كاتش ما مرقت معنا قبل بالدروس بشكل موسع، بس هلا فينا مرقها بالكود تاعنا. تراي كاتش اني انا بقول له جرب لي هيدي، اذا طلع عندك ايرور امسك هالايرور واطبع لي شيء معين على الشاشه وكفي شغلك عادي. اوكي، يعني هو لما بيطلع معه ايرور معين حيكفي شغله عادي ويقول لي انه في هيك شيء، يعني حينبهني انه في شيء عندي نقص او في شيء عندي بالداتا مش مظبوط، بس هو حيكفي شغله بشكل عادي. يعني for row in reader هون هل انا try جرب لي الهاي واللو، تمام، حيجرب عنده الهاي واللو، من بعدهم حيعمل accept للايرور تاعه value error. فاذا بنلاحظ نحن هون شو الايرور اللي كتب لي؟ value error. يعني هو بالبايثون مبني على هيدا الاي دي اي مبني على تراي كاتش. لما بيطلع معي ايرور عم يدلني دغري شو هو الايرور، انه لما هو مسك فاليو ايرور بعد ما جرب شيء ومسك فاليو ايرور طبع لي الجمله هيدي. انا هلا عم اقول له اكسبت فاليو ايرور، يعني لما بتلقط لي هيدا الفاليو ايرور اللي عندك اياه الفاليو ايرور شو بدي يصير؟ بدي اياه يعمل برنت ل F format، بدي اكتب بقلبها missing value، وهيدا ال value هو high or low أو error in value تمام؟ error in value اللي هو high or low. ما بعدها بدي اعمل high dot append اذا بدكن هون else اعمل لي high dot append واعمل لي low dot append. اوكي؟ فهو لما بيلقط error بواحد منهم حيطنش هيدا الرقم مشان ما يصير بعدين out of range، والباقي else هيجمع لي اياهم مع بعضهم. خلينا نجرب اذا بتمشي. اوكي else نقطتين، فبهيدا الفايل لاحظين قد ايه عندي؟ رسم لي الداتا بس في عندي هون رقم كتير كبير، فينا نطنشه اكيد مشان الداتا تكون ظابطة، بس لاحظين قديش عندي error value؟ error value عندي كتير error value. اوكي كتير ارقام فيها error بهيدا الفايل اللي نحنا مدخلينه، تمام؟ بهيدا الفايل اللي نحن مدخلينه، لانه نحن غيرنا اسم الفايل، لانه الفايل الماضي ما كان فيه ايرور، اما هيدا الفايل فيه ايرور. فانا هلا صرت قادر بكل بساطه روح على هول المحلات واقدر ظبط الفايل تاعي. يعني انا هلا صرت قادر روح اعرف وين في ايرور بهيدا الفايل لظبطهم او الغي هول الروز من اساسهم، تمام؟ يعني انا هلا اذا بلغي هيدي البوينتس اللي هون بقدر ارسم الداتا بشكل طبيعي. فانا لازم دائما اذا عمل ايرور عندي استخدم تراي كاتش، لانه انا من خلاله قادر طنش هيدا الايرور او هالمحلات اللي ما بقلبها ارقام واللي هي فاضي، تمام؟ طيب هيك بنكون نحن تعلمنا كيف نشتغل بالسي اس في بشكل مبسط، اني انا اقدر اقرا السي اس في فايل، اقدر اقرا منه وحطهم بليست لاقدر ارسم هيدي الليست، او اقدر اعمل تراي كاتش بقلبه لاتجنب الايرور الموجود فيه وعدل على البلوت تاعي باستخدام الماتبلوتليب لايبرري، تمام؟ طيب خلينا هلا بدل السي اس في فايل نتعامل مع جيسون فايل. فخليني انا اعمل امبورت لجيسون لايبرري، شيفت انتر ما اعطاني ايرور، النجمه اختفت، الفايل موجود، فجيسون لايبرري موجوده، مش موجوده جوجلت يوزنج اناكوندا نافيجيتور اور اناكوندا برومبت لاقدر انا اعمل لها انستول لهيدي لايبرري. طيب من بعدها حخلق فايل نيم، اتفقنا دايما عم بخلق فايل نيم مشان ما اكتب الاسم، خلاص بكتب فايل نيم. اوكي مباشرة هيدا الفايل نيم هو كمان موجود بالداتا فايلز، فانا هون حكتب
data underscore files slash شو اسمه earthquake.json earthquake.json. نتأكد من الاسم مظبوط. اوكي طيب هيدا الفايل صار عندي. انا هلأ المجبور اني اعمل أبل هيدا الفايل واقراه او اعمل له load كجيسون فايل. فانا اللي هعمله with open نفس الطريقة اجملها مثل CSV mean file name او كان فيني اكتب اسم الفايل as f هو فايل نقطتين enter data equal json dot load لهيدا الفايل shift enter file name is not defined file name data files cake dot json كل هول عم يعطوني error. طيب load لمين؟ لا الf اللي هو الفايل. وهلأ بطل في عندي error. تمام دايما ببايثون عم يدلك دغري شو هو الايرور ففينا نطلع عليه ونظبط بكل بساطه. خليني اطبع الداتا. فهي الداتا عباره عن ديكشنري بقلبه كتير معلومات عن هيدا الموضوع. اوكي نحن هيدي المعلومات بدنا نتطور ونعرف كيف نقراها ونعمل لها اكسس لهيدي المعلومات. اوكي تعاملنا قبل مع جيسون فايل بس هلا بدنا نتعامل معه بشكل اوسع. طيب خليني اعمل اكسس للفيوتشرز الموجودين بقلبه. مثلا داتا في عندي شيء هون اسمه فيوتشرز وأنا بقدر أعمل لهم access للماجنتيد وغيره الموجودين بقلبه كيف وعلى أي أساس. طيب خليني أخلق variable اسمه all dicts sorry all underscore dicts equal data. من قلب الداتا في شيء اسمه features عندك إيه أنا بدي أعمل له access. بس لعمل له access اطبع لي اللانكس تبعه اطبع لي الفيوتشرز اطبع لي اللانكس تبعه طبع لي اللانكس يعني انا قادر اقرا. اوكي انا قادر اقرا. طيب خليني هلا اتطور واعمل access للماجنتود اللي بقلبه مثلا او لاي باراميتر بقلبه او اي بروبرتيز موجوده فيه. اوكي فهلا انا المفروض اتطور بشغلي. يعني هيدي اللي هون هعمل لها كات. انا هيدا الفايل اللي عم اشتغل عليه اللي هو الاساسي تمام هعمل بيست لاول ديكس داتا بقلبه. من بعدها هقول اخلق فاريبل جديد اسمه ماكس ايكوال ليست فاضيه تمام ليست فاضيه فور all dict in all dictionaries dicts نقطتين enter اذا كانوا موجودين بقلبه. الماج بيساوي لانه الليست هي بي اس فانا هيدا بدي اعمل له append لزيده على الليست اللي انا خلقتها. ماج بيساوي all dict مين جيب لي ال properties اللي بقلبها properties اللي بقلبها كي لازم حطها بي quotes properties اللي بقلبها وكمان هاي ال properties مين الماجنتيود اللي فيها الماجنتيود يلي فيها. فأنا هلأ من خلالهم قادر أعمل access عليا وبعد ما أعمل لها access خليني يزيدها على list اللي هي max list تمام خلينا نزيدها على max list. طيب لأتأكد انه كل شيء صح بعد ما يخلص خليه يطبع لي اياهم print يطبع لي اول 10 مثلا max اول 10 ففيني يقول له نقطتين بلش من البداية وصال لقبل العشرة بواحد فطبع لي اول 10 منها تمام. فانا هلأ قدرت اعمل access لبقلب الفيوتشرز لشيء اسمه properties عنده max كي تمام فقدرت قريت الفاليوز الموجوده بقلبه. واضح يعني انا هلا الماجنتود الموجودين عندي بقلب الفيوتشر تبع الايرث كي قدرت قريتهم. طيب
خليني اقرا اكثر من شيء. يعني مثل ما قريت الماجنيتيود خليني انا اللونجيتيود واللاتيتيود، ماشي؟ فانا مثل ما خلقت ماكس كمان حاخلق شيء اسمه لونجز وشيء اسمه لونجيتيود لونز وشيء اسمه لات. اوكي، فهيدا الشيء حيأدي اعمل ليست وكمان ليست. واضح؟ طيب بعد ما اخلقهم حفوت على فور اول واخلق ماجنيتيود نفس الطريقه اللي خلقت فيها الماجنيتيود. هاخلق اشياء جديده اللي هي الماكس اللي هي اللونجز والليتس. لونج او لون وليت، بعدين بزيد لهم اس لما بدي اعمل لهم ابند. بس هلا بدل البروبرتيز حيكون باراميتر جديد اللي هو جيومتري كمان coordinates. هوني 0 هوني 1 geometry coordinates، لانه بالنهاية longitude latitude هنا عبارة عن geometry coordinates. تمام، فانا هلأ قدرت اعمل لهم access. فهلأ هون المفروض اعمل lons dot append ل lon sorry ولاتس دوت أبند لا لا. واضح؟ فهلأ أنا عم بعمل لهم أكسس. فيني مثل ما طبعت هول أول عشرة اطبع من الباقيين أول عشرة. فهون لون وهوني لات. شيفت أنتر طبع لي هون، طبع لي الماجنيتود، طبع لي اللونجيتود واللاتيتود. واضح؟ فقادر انا اعمل اكسس لاي شيء بهيدا الجيسون فايل اللي هو عباره عن ديكشنري لاي داتا موجوده بقلبه. واذا بنعمل الداتا شيفت انتر، اذا بنفوت على الداتا بنلاقي عندي هون انا فيوتشرز، عندي بقلبها بروبرتيز. اذا بننزل لتحت اكثر عندي الجيومتري وعندها كووردينيت. هيدا الكووردينيت عنده وحده 2 3. اول وحده هي اللونجيتيود، ثاني وحده هي اللاتيتيود. اوكي، فانا قادر اعمل اكسس لكل هول. بنلاحظ هون التسكيره هي للفيوتشرز. اوكي، اذا بنطلع فيها لفوق هي للفيوتشرز. واضح؟ لهيك انا عملت لها اكسس لفيوتشرز، قدرت خدت من قلبها الماج اللي هو الماجنيتود من البروبرتيز. هون في عندي اسمه ماج ككي القيمه تاعته 2.6. اما لما بدي اخذ انا الجيومتري، اذا بنطلع لفوق شوي الجيومتري بقلبه هو عندك شيء اسمه coordinates ككي والفاليو تاعهم. خدت اول واحد وخدت ثاني واحد اللي هن longitude واللاتيتيود. واضح؟ طيب خلينا نشيل الداتا شيفت انتر. فهيك انا قدرت اعمل لهم اكسس بكل بساطه. طيب خلينا نعمل ماب ومن خلال هاي الماب نحط الداتا تاعتنا عليها. هيك بيطلع شيء رائع، يعني عم نعرض نحن الداتا تاعتنا على خريطه. اوكي، فاول شيء انا عندي بما انه خريطه المفروض في لايبرري بتساعدني، لانه انا مستحيل اجي ارسم هلا خريطه، المفروض دخل شيء يساعدني لابني هالخريطه. فحاعمل from plotly dot graph object objects. اوكي، import mean scatter geo import scatter geo. اوكي، وكمان دخل لي layout. من بعدها from plotly import offline. هلا بعدين بنشوف ليش كل استعمال وحده. اوكي، ما اعطاني ايرور. يعني انا لما نزلت plotly بالتيتوريال السابق، اوكي، لما دخلنا plotly بالتيتوريال السابق قدرنا هلا ندخل الفانكشنز من قلبهم او الكلاسز الموجوده فيهم بكل بساطه دون ما يعطيني اي ايرور. طيب دخلنا اللايبرري اللي هن حيساعدوني لاعمل الخريطه واشتغل بقلبها. تمام، طيب خليني اشيل هول، بطل بدي اشوف داتا قدامي انا. شيفت انتر، تمام، ما في عندي ولا ايرور.
خليني هلا بلش بالماب. map the earth quakes. تمام، اعمل لها map، اخلق هيدي الماب اللي عندي. اول شيء عندي data equal scatter لون تاعي، longitude تاعي equal lons لان انا خلقته lons، واللاتيتود تاعي هو بيساوي lats. تمام، فسكاتر اس لانه مثل ما شايفين قبل هي اس. اوكي، فانا هلا اعطيت اللاتيتود واللونجيتود. اوكي، شيفت انتر scatter is not defined، scatter geo sorry، مثل ما نخلينا قبل scatter يلينا scatter geo. تمام، طيب enter. من بعدها هعمل layout تاعي، my layout، layout تاعي، layout تاعي هو layout، نفتح بارانتاز title equal global earthquake dot global quotes global earthquake. تمام، هذا التايتل تاعي. من بعدها خليني اخلق الفيجر اللي بدي اشتغل فيها، fig equal بفتح فرونت الديكشنري، الكي هو داتاز نقطتين بعطي داتاز، او خليني اعطيك كي هو داتا داتاز مشان يكون له معنى انه في شيء اسمه داتاز. anyway كما لاي اوت تاعي هو ماي لاي اوت. تمام، فهيك انا خلقت الديكشنري تاعي. هلا حاستخدم الفانكشن الثانيه اللي هي offline dot plot fig كما الديت داتاز يعني واللاي اوت يعني لانجيتيود لاتيتيود وغيرها. كمان بدي اعطيها الفايل نيم اللي بيشتغل فيه، فايل نيم يلي حيفتح لي يلي بيساوي global underscore earth wake dot html. اوكي، ك html file. shift enter طلع عندي error layout is not defined، نحن اخلقناها ك layout. model object has not ك label، ليش طيب خلينا نتأكد منهم كلياتهم. اول شغلين انا قلت المابز ايرثكيك، خلقت شيء اسمه داتاز سكاتر جيو، اعطيته لونجيتود واللاتيتود. من بعدها قلت ماي لاي اوت ايكوال لاي اوت تايتل ايكوال جلوبال ايرثكيك فيج داتا اللي هي داتا، من بعدها لاي اوت اللي هي ماي لاي اوت، سكرنا ديكشنري اوف لاين دوت بلوت فيج وعطيته الفايل نيم اللي هو global earthquake dot html. في عندي error، خليني انا هون اقول بدل هيدي يمكن المفروض كانت layout تكون capital ك class مش ك method. اوكي، كان الغلطة هي هون يمكن، هلا متأكد منها بس يخلص run. نلاحظ إذا طالما في نجمة عنا هون يعني الساعة عم يعمل run. أوكي، طالما الساعة في نجمة الساعة عم يعمل run، يمكن الفايل بده وقت أكتر ليشتغل. ننطر شوية وقت ونشوف شو بده يعطينا. أوكي خلص. طيب الغلطة كانت إنه أنا المفروض كنت أدخل هون class مش method layout، هون class، لهيك أنا رجعت عدلتها وعطيته هون layout as class. تمام، هذا الفرق بين capital letter، إلا ما نبلش دائما بكابيتال letter أو smaller letter. في عندك function اسمها layout، بس أنت ما بدك تستخدم function layout، بدك تستخدم class layout. أوكي،
هيدي الخريطة اللي عنا إياها وهيدي الداتا اللي معنا إياها. لاحظ كيف إنه حطينا تايتل للخريطة، رسمنا خريطة للعالم بكل بساطة بكل سهولة لأنه اللايبرري تاعتها موجودة عنا، حطينا الداتا اللي عنا إياها على هيدي الخريطة. هلأ نحن قادرين نعدل عن هاي الداتا، نغير لون النقط، نكبرهم، نعطي إشياء تخلي الصورة حماسية أكثر. أوكي، خلي الصورة حماسية أكثر. طيب كيف نعمل هالشي؟ فيني روح أنا على الماب اللي خلقينا هون، ماب زيرس كيك، وإخلق بالداتا زعد عليها. يعني بدل ما تكون الداتا بهالطريقة اللي هي سكاتر جيو لونج ولاتيتود دغري أعطيها إياهم، فيني أعطيها إياهم بطريقة تانية. يعني هون خليني إخلقها أتركها كمخلوقة بهالطريقة، أنه عندي براكتس. أوكي، أكتب تايبس، إخلق ديكشنري أول شيء، بقلب هالديكشنري أول شيء عندي تايب، تايب هذا الكي شو الفاليو تاعو؟ سكاتر جيو، سكاتر جيو. اوكي، كما انتر. عندي كمان لون هو اللونجيتود، القيمه تاعته هي لونس، كما انتر. عندي لات لاتيتود، كمان الفاريبل تاعو لاتس، كما انتر. عندي ماركر ككي والقيمة تاته فيني غيرها كديكشنري قيمة تاته، او عنده باراميتر معينين. اول واحدة هي مثلا سايز، سايز تاعه هو 5 تايمز ماج، باراميتر تانا 4 mag in max. يعني انت بالنهاية عندك list هي max، تمام، بقلبها عم تقرأ منها الماج، وهيدا اللي عم تقرأ ضربه بال 5. حكينا عنه بالتوتوريال السابق، وكمان حكينا عنه بالدروس القبل. اوكي، بعد ما سكرنا اياها حط كما، ما ننسى، بركة بدنا نزيد شي بعدين هيك افضل. شيت انتر، ما عطاني ايرور، وحيغير لي اياهم. بنلاحظ، بنلاحظ كيف الحجم تغير حسب الماجنيتود تاعه. اوكي، حسب الماجنيتود تاعه يلي عم بقرا، تمام. فتغير حجم النقط عندي. اكيد في كتير اشياء عدل عليها، مثل هون عدلنا على السايز، بقدر اعدل على الكلر اللي عندي اياه. اوكي، بقدر اعدل على الكلر يلي عندي اياه. لاقدر اعدل على الكلر فيني بقلب الكود تاعي، خليني اسكرها، بقلب الكود تاعي حكيت انا على السايز وعطيته السايز بهالقيمه، انتر. فيني هلا اخلق باراميتر جديد مثل الكلر بقلب الماركر هون، خليني احط كما قبل هيدي عشان ما يعطيني ايرور بعدين. ما انسى دائما كل ما اخلق باراميتر نحط كما، عشان اذا بدنا نزيد شيء جديد ما يعطيني ايرور. اوكي، ففي عندي هون انا كلر ككي، الفاليو تاعه هو بدنا اياه، فينا ماكس مثلا، انتر. غير الكلر عندي كلر سكيل، مثل ما قلنا هالباراميتر كتير موجود منهم، نحن بنقدر نتعلمهم، نحط على جوجل الشكل اللي بدنا اياه او الباراميترز بدنا اياها، او مثلا ميكرز بقلبها شو في باراميترز بقدر استخدمهم بيطلعوا لي اياهم كلهم. اوكي، في فايري دايز، كما بيرجع عندي ريفرس سكيل، ريفرس سكيل، ريفرس سكيل، هذا كي اللي هو ترو، كما انتر. بيرجع عندي الكولر بار نقطتين، اخلق كديكشنري عندها تايتل ككي، خليني افتح سينجل كودز تايتل نقطتين، وعنده تايتل هو ماجنيتود. اوكي، خليني احط اخر شيء كما، كفى فيهم، شيفت انتر،
حيفتح واحد جديد حيحط لي color bar وعلى أساس كماجنتود وعلى أساسه عم يغير الألوان الموجودين عندي. أوكي فأنا على أساس إذا بتلاحظوا عم غير الألوان الموجودين عندي. ففي كتير طريقة زبط بالخريطة اللي قدامي، في كتير أشياء عدل عليا لزبط بالخريطة اللي قدامي. إسا في كمان كتير أشياء، إسا فيني أنا هلأ دخل color scale، يعني دخل library إلى علاقة بالcolors لأقدر عدل عليهم. تمام؟ طيب خليني نبلش فيها، خليني نسكر هيدي، خليني أعمل import library إلى علاقة بالcolors. فأنا بأول هون هعمل from plotly import، كان فيني حط هون كما واكتب الفانكشن التانية بس ما بيأثر colors، واضح؟ فهلا انا دخلت colors عندي قادر من خلالها اشتغل. ففيني اذا بدي اشتغل بالcolors وعدل عليها من خلال هيدي library. اوكي من خلال هيدي library بقدر استعدل عليها، فيني اكتب text عندي، يعني اكتب على الخريطة تاكس ليبين يعني عندي تاكس إلو على قبل الموضوع. يعني في كتير اشياء اقدر اعدل على الخريطة اللي انا عندي اياها، في كتير اشياء اعدل عليا وبكل بساطة اشتغل فيها. نحنا مش موضوعنا هلأ كيف نظبط الصب الخريطة، اكتر موضوع انه انت قادر تخلق خريطة، قادر تحط عليا لانجيتود بلانتيتود ماجنتود معين لتوزع السكان لأي شيء إلو علاقة بأي موضوع كان بكل بساطة باستخدام لغة بايثون، لانه في لايبرري خصوصي لتساعدك بهالموضوع. فهيك نحن بتكون تعلمنا كيف نشتغل على CSV file، كيف نشتغل على JSON file، كيف نتعامل معهم بكل بساطة بشكل ولا أحلى من هيك، وطريقة مبسطة وكتير مناسبة لشغلنا. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو، بتمنى الاستفادة يعمل لايك سبسكرايب للشانل ليوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. وthank you.